بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى في سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. صدق الله العظيم. هذا الدعاء المبارك مما ألهمه الله تعالى لنبيه الكريم أبي الأنبياء خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام، وجاء هذا الدعاء في سياق جملة من الأدعية اللي دعا بيها سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه جل وعلا، كدعاء سيدنا إبراهيم لبلد الله الحرام مكة المكرمة، وكمان رجاء سيدنا إبراهيم البعد هو وذريته عن عبادة الأصنام وعن الشرك عموما، وكذلك دعاء سيدنا إبراهيم لذريته من بعد إسكانهم بهذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء، بأن يرزقهم الله تعالى من الثمرات على رجاء أن يكونوا من أهل الشكر لله تعالى على نعمه. في وسط هذه أو هذه الباقة من الأدعية، من ضمن هذه الأدعية اللي دعاها سيدنا إبراهيم عليه السلام وسجلها لنا القرآن الكريم، دعاء سيدنا إبراهيم بأن يجعله الله تعالى هو وذريته من مقيم الصلاة، وإنه كمان كان من دعائه اللي ألا تنسيهم النعم أو تلهيهم النعم عن المنعم وعن إقامة هذه الشعيرة وهي الصلاة، وده لأهمية أمر الصلاة ومنزلة الصلاة في جميع الشرائع. كان ختام أو كان في ختام دعوات سيدنا إبراهيم الطيبات المباركات اللي تضرع بها إلى ربي، كان ختامها أو في ختامها ورد: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. معنى ربنا وتقبل دعاء ومعناها من رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني يا رب اجعلني من عبادك الذين يقيمون الصلاة فيؤدونها بحقها حقا، من حيث الحرص وخشية المولى سبحانه وتعالى وأدائها في أوقاتها بإخلاص وخشوع، لأن هذه من الأعمال التي يحبها الله تعالى، الصلاة على وقتها. الإنسان زي ما مشغول في الدنيا بحاجات كتيرة في الحياة، بالأبناء وبالأولاد وبالرزق وبالزوجة وبالأهل وبالجيرة وبالزمالة، كل الدنيا بكل مفرداتها وتفاصيلها، لا، المؤمن الذي يقيم الصلاة مشغول بالصلاة، مشغول إن الأذان رفع فهو على طول يسعى إلى الطهارة فيتوضأ، وهو بيتوضأ مستحضر معاني النبي عليه الصلاة والسلام، مع إن مع كل يعني غسل لأي عضو من الأعضاء بتنزل سيئات الإنسان، فهو بيستحضر هذا المعنى، فكل استحضارك لهذه المعنى بتنتفع أنت ببركات ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، مركز إنك بتستعد لعبادة وستقف بين يدي العظيم جل جلال الله. هذا التركيز استحضار وتدريب للعبد على إنه يخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإذا ما وقف وردد الآيات وذكر التسابيح الموجودة داخل الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة استشعر عظمة الفاتحة والتي قال الله تعالى يعني أنه قسمها بينه وبين عبده، ولعبدي ما سأل في فاتحة الكتاب وأن فيها دعاء، فالإنسان اهدنا الصراط المستقيم، مستشعر يسأل الله بقلبه، فإذا انخفض للركوع وهوى للسجود بيؤدي الأركان بهدوء وتؤدى، مش بيجري، مش بيصلي الصلاة وخلاص، لا، بيستشعرها، بيحاول إنه يخشع في الصلاة. السرعة ما تخليكش تخشع، السرعة في قراءة القرآن، في القيام في الصلاة، أو في التسبيحات تقولها بسرعة، أو في أداء الأركان من ركوع وسجود
كل ده لازم يبقى بالراحة عشان الإنسان يعني يستحضر عظمة أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام في دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، لم يكتفي بدعاء الخير لنفسه وإنما دعا لذريته، يعني يا رب اجعل كمان من ذريتي من يقتدي بي في ذلك، كما أسألك يا رب أن تتقبل دعائي ولا تخيب رجائي في مطلوب أسألك إياه. فدعا بالمحافظة على الصلاة إن هو يحافظ عليها، مش هو وبس، هو وذريته، ودعا كمان بإجابة دعائه. يبقى الإنسان يتعلم معاني هنا مهمة. القرآن لما بيجيب بينتخب، أو أن الله سبحانه وتعالى قص علينا من قصص الأنبياء الكرام تفاصيل ومشاهد في حياتهم في رحلتهم الإيمانية، وبعدين بتيجي كده نورانيات بنشوفها، شوف هذا أبو الأنبياء ده لما كان يدعو بالخير لنفسه يدعو به لذريته كذلك كما سنرى. طب ليه سيدنا إبراهيم عليه السلام من ضمن الأدعية التي وردت دعا بالصلاة؟ لماذا الصلاة؟ لأن الصلاة صلة، صلة بين العبد وربه، قد جعلها رب العزة سبحانه وتعالى كما قلنا منقسمة بينه وبين عبده، لذلك سميت، أو لهذا سميت الصلاة بالصلاة بهذا الاسم، لأنها مشتقة من الصلة. فأنت حينما تقوم وتصلي تصل مولاك. الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، ولأن الصلاة هي معراج النفوس إلى خالقها، وإنك توفق إلى إنك تكون من مقيم الصلاة، مش من المصلين بس، من مقيم الصلاة أمر مهم وعظيم، يستدعي من المؤمن أن يكون عنده حرص على أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أنه يعينه على إقامتها ودعائه سبحانه وتعالى باستمرار، أنه ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فتدعي على طول ربنا وتقبل دعاء، أني أكون من أهل إقامة الصلاة أنا وذريتي يا رب. التوفيق لأنك تكون من مقيم الصلاة ده قمة التوفيق، فلابد أن احنا نسأل الله المعونة والمدد، لابد من الإعانة يا رب. فبنسأل العبد يسأل ربه عني وافتح علي واجعلني من مقيم الصلاة. الصلاة هي إقامة لذكر الله تعالى، وأقم الصلاة لذكري، ذكر الله تعالى اللي هو إيه؟ راحة للقلوب وسبيل لإزالة الهموم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا جعلها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال رضي الله عنه: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أقم الصلاة أرحنا بها. لكن كيف تريحنا الصلاة؟ لمن أقامها بحق، مش أي صلاة، الإقامة اللي أنت مستشعر فيها أنك بين يدي العظيم جل جلاله، إقامة الصلاة التي فيها خشوع وهدوء في أداء أركان وسنن الصلاة، تقرأ القرآن بهدوء، تجتهد خارج الصلاة لتتعلم كيف يتلى القرآن، فلما تقرأ داخل الصلاة تتذوق حلاوة كلام المولى سبحانه وتعالى، تتدبر المعاني. فوانت تقرأ الآيات في أثناء وقوفك في الصلاة فأنت مستشعر المعاني قدر طاقتك وعلى قدر استيعابك وفهمك، وقلنا إنه على قدر استعدادك، كما قال أهل الله إنه على قدر استعداد العبد يكون ويأتي ورود الإمداد له. من اللطائف في الآية أنك تتدبر ليه سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا الله بإقامة الصلاة، أن يكون من مقيم الصلاة، ولم يدع الله بأن يكون من المصلين فقط أو من مؤدي الصلاة. الرب اجعلني إيه؟ مقيم الصلاة. لأن الدعاء الوارد في الآية الكريمة لما جاء بإقامة الصلاة وليس مجرد الأداء زي ما قلنا من شوية، لأن الإقامة الحقيقية للصلاة بالصورة اللي وصفناها هي دي اللي بتؤتي ثمرتها المرجوة، اللي هي زي توصل للمراتب العالية
وتشارف الكمال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها، وهي إنك ساعتها وإنت بتصلي بيتوجه المؤمن بكليته إلى مولاه ظاهرا وباطنا، جسدا وعقلا وروح، كل ده في آن واحد. إنت بتتوجه تتوجه في كل صلاة إلى الله الواحد الأحد، لا إله إلا هو، فكلك أجمعت نفسك على الله الواحد الأحد، فأجمعت خواطرك وأفكارك وشوارد ذهنك كلك ظاهرك وباطنك، بتركز وبتخشع بين يدي الواحد الأحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إقامة الصلاة بالخشوع الكامل في وقت وقوف المؤمن بين يدي خالقه سبحانه وتعالى تديك ثمرة الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه هي الصلاة، صاحبها طعم حلالا، يدعو ربه، يسأله التوفيق الدائم، يتحرى طاعة المولى سبحانه وتعالى، يخشع قدر طاقته في صلاته، يوصل إنه يحصل ثمرات إقامة الصلاة بحق، ويحصل ويحصل الفلاح المنشود، كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ذكرنا إنه من لطائف هذا الدعاء إن سيدنا إبراهيم عليه السلام سأل ربه إقامة الصلاة لنفسه وذريته، والقرآن لما قص علينا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأتى لنا بدعائه الكريم وبدعواته المباركات عشان ينبه على أن سيدنا إبراهيم وفق إلى أنه يدعي لنفسه ولذريته، وأنه الإنسان المؤمن عليه أن يدعو لذريته كذلك، يبدأ بالدعاء لنفسه لأنه ده من سنن الدعاء ومن أداب الدعاء، يبدأ بنفسه وبعد كده يبدأ بالدعاء لأولاده بالخير الذي يتحقق به الصلاح ليهم في الدنيا، ثم النجاة والفوز ليهم بالمطلوب الأعلى وهو الجنة في الآخرة. وكيف لا، ورد في سورة الطور ما يشير إلى أن صلاح الأبناء تابع لصلاح الآباء. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فأنت لما تدعي ما تستأثرش بالخير لنفسك، لا، أدعو لنفسي ثم أدعو لذريتي. أي شيء تدعي لنفسك من الخيرات، من خيري الدنيا والآخرة، سل نفسك أولا ثم بعد ذلك سل ذريتك ولمن تريد. ورد عن سيدنا سعيد بن المسيب كما كان يحب أن احنا ننادي أو نطلق اسمه، أو لما نقرأ اسمه سعيد بن المسيب، وكان من كبار التابعين والعلماء الصالحين رضي الله عنه، إنه كل لما كان يحب أنه يصلي، كلما أراد أنه يصلي قيام الليل، نظر يبص كده لابنه ويقول له: إني أزيد في صلاتي ليصلحك الله وليحفظك الله، ثم يبكي رضي الله عنه. يعني يزود في قيام الليل عشان ربنا يصلح له الذرية بتاعته في ابنه، هو قاعد بيكلم ابنه. وشوف الجمال إنه في سيدنا سعيد بن المسيب بيحضر ابنه معاه فيما يأتيه من خير، فبيقول له: أنا بزود في صلاة القيام بتاعتي عشان ربنا يصلحك ويحفظك. وبعدين يبكي فيرمي المعنى الراقي ده، بذرة طيبة في قلب هذا الصغير أو في قلب ولده، وبعدين بيشوفها قدامه آية متحققة، بيشوفها قدامه نموذج وقدوة. وده شيء مهم، إن أنا لما أعمل الخير أتكلم بيه مع أولادي، أحكي لهم إن أنا بقوم أصلي ده عشان أنا عايز كذا. هقول ده ما بيفهمش، لا بيفهم، دي نبتة أنت بتزرعها بتؤتي ثمارها بوقتها. إن إحنا نشارك أولادنا الصالحات من الأعمال، ما أقولش هم ما بيفهموش، بيفهموا كل هذه المعاني، ألقاها علينا وحضرنا فيها أباؤنا وأمهاتنا، وكذلك الأساتذة الكرام وأشيخنا، ربنا يبارك يرحم من مات منهم ويبارك في عمر من هم ما زالوا على قيد الحياة. كل حاجة كانوا بيقولوها لنا في الصغر،
على قدر ما نستعيب، وبالوقت تربت المعاني وأثمرت. فكل خير تعمله لنفسك شارك فيه أولادك مهما كانوا صغار، بالكلمة تارة وبالنصيحة المباشرة تارة وبالقدوة وهي الأساس. وده شيء مهم جدا إنه يعمر البيوت بذكر الله تعالى. في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي يعلمنا الله إياه، لأنه ذكره في القرآن الكريم، توجيه للوالدين إلى الدعاء لأولادهم زي ما قلنا بعموم الخير في الدنيا والآخرة، لأنه بلا شك أنه ده معالي الأمور وأشرفها، اللي هي معالي الأمور وأشرفها اللي بتتعلق برضا المولى سبحانه وتعالى، وبتتعلق بفوز العبد بالسعادة في الدنيا وبتحقق له النجاة في الآخرة. ودي أولى يعني بالطلب والدعاء، وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعلم الأمة إنه يدعو الله ويسأله عقب الصلوات المكتوبة، إنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله الإعانة على الطاعات والمداومة على الطاعات. بعد ما بعلم ابني زي ما بعلم ابني الصلاة، وبعد ما بعلمه الصلاة لو أنا بصلي بيه جماعة، بصلي بأهل بيتي جماعة، بنروح المسجد نصلي، أقوم أعلمه الدعاء ده اللي النبي يعلم زوجتي والزوجة تعلم زوجها، ومن عنده العلم يعلم من ليس عنده هذا العلم. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيسأل الله عقب كل صلاة إنه يعينه على ذكره وعلى شكره، وأن يشارف الكمال في مسألة العبادة. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، أخذ بإيد سيدنا معاذ، وشوف رقة النبي عليه الصلاة والسلام وعطفه وحنوه والتربوية العالية في التوجيه، مش العنف والزجر، لا، ياخذ بإيد سيدنا معاذ. ويا بخت سيدنا معاذ بما قاله له النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين أجمعين.